هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. كنت كلمت اليوم عن تنحية مدير الأمن الوطني فريد بن شيخ وتعيين مدير شرطة الحدود علي بداوي في بلاصتو. لو ما كانش هذا التعيين وهذه التنحية، لو ما كانتش نتيجة صراعات بين أجهزة أمنية، قولوا عادي، ولكن راهي فاتت صراعات على الأجهزة الأمنية، لأنه تنحية مدير أمن وطني مسؤول الشرطة، تنحية ديالو لأنه ولد قائد أركان الجيش في قلب فضيحة أمنية، والفضيحة هذيك جات في ملف كان في يديه مدير الأمن الوطني، وقدم الملف كامل لمن كان يظن أنه رئيس الجمهور. حكاية ما فيها واش. شوفوا هذا الصورة. عرفتوا شكون هذا اللي عيط؟ اي اي يا كارلوس، هذا جرد لندن، هذا جرد لندن. عندي دم تاع المرخص ياخذ في الكفوف، لان نشوفه مليح اللي يضرب فيه، ما استعمل لا دبزه لا عصا لا والو، بالكفوف يضرب فيه. شوفوا مليح. هي قبل كل شيء، الراجل عمره ما يقول اي كي يضربوه، الراجل عمره ما يقول اي كي يتضرب، يرد يسب يسب كي تضرب، سب بلي نرجعو وتضرب طف الام وضربة. لا اي 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 كارلوس، عيطو كارلوس. شكون كارلوس هذا؟ هذا كارلوس اللي بعده يقتلني زعما، محمد اي تفتيس. هذا بعثينو زعما يقتلني ويقول لهم او نبدا ودرك ندير ودرك ندير، ومن بعد تحكموا البوليس قاعد يقول ما نشفاش، ما سوفيان با، ما نشفاش، ما على باليش. ما عندنا جبان كيفو هرب، انا عيطوا يا كارلوس يا كارلوس. كيفاش انا نعرف الرجال صاحبي يضربوه نصدم نصدم تولي الباكا جنرال هكذا سموها، اما باش صاحبي يضربوه وانا نهرب لا نخشو ولا بعدو. وشوفوا ربي كيفاش يكشفها، ربي كيفاش يكشف الندم، كيس كاش تكشف واحد يبكي ويعيط مش قادر يرد ضربه ويتوجع، اي اي وجع الضرب وجعوه الكفوف، والاخر هارب يعيط ارواح يا كارلوس. هنا هو. وعلاش هذه الصوره هذه؟ نقوم وانا نتكلم على ولد شنقريحه، ولد الجنرال دارمي سعيد شنقريحه قائد اركان الجيش. وشني علاقته بهذه الصوره؟ انه هذا النظر اللي تشوفوا فيه في الارض، هذا الجرد هذا، يعني يقولوا جرد لندن،
شوفوا وش يمثل، شوفوا وش يسوى. هذا كان يتلقى معلومات سرية تخص الجيش، يبعثها له ولد شنقريحة، شفيق شنقريحة، اللي جاء لفرنسا يقرا في 2020 ونرمو عام ويروح، وضرب عامين ثلاثة أربعة ما حبش يطلق. بون عنده أسباب شخصية ما ندخلش فيها، رسالة عليه جسد جسده وهو صاحبه يدير به واش يبغي، شغله ما ندخلش روحي، ربي سهل عليه والناس كان على بالهم بقصته. ولكن انك توصل تمد معلومات سرية الواحد نذل باش يبتز بها الناس وباش يتاجر بها، وتزيد دير له دي فيرمون بونكار، صرف له اموال، وهذه خرجت نهار يتضرب هذا النذل هذا يعني. يا كارلوس شو كاش طايح بين الرجلين ويبكي. بو هنايا ما كملناش الصورة، السيد اللي صوروا كان انا بال على روحه لما طاح في الارض، بال على روحه عشان يسمع، وهذاك اللي يضرب فيه بالكفوف نحاله سروال، نحاول وخلاه إذا كان يا وصفي التليفون في المكتوب اللغاني، دار التليفون. طبعا في الثلاث دقائق هذيك يعني ما كانش داخل، ما طولتش، لا بوليس خرجت لأنهم باسكو يتبعوا في كارلوس ويتبعوا في هذا النذل هذا، يعني متبعينهم. خرجوا دونك الزوج هذوك نهار أهربوا. طبعا ما يخلوش ارواحهم، ما عطاوه خلص واش لازم يخلص تليفون هذاك. وين راح؟ راح مديريه الامن الوطني، لانه السيد اللي نحى التليفون من ضرب الجلد ما دارهاش على اختراقش تلفوه ولا لا، لما يمد التليفون يشوف عندنا يتصل بواحد يقول له ربي راهو باغي نوصلوا لجهه مسؤوله لانه اكيد فيه شيء خطير. لا البوليس يقول له هات راه حطوا لتزاير فريد بن شيخ. داير الجرد كان تكلم بعد ما خذا الطريحه، ما قالش كيفاش عطاه الطريحه النظيف كي اي، من المفروض يخبي وجهه ما يزيدش يبان، واحد يقبل ما يزيدش يبان، ما يزيدش يبان، بصح قد وجهه مطلص، وجهه مطلص، وجه جرد وش يجيه مطلص، يتكلم وهنا قال لي ما صرا والو. يدي التليفون عند فريد بن شيخ، فريد بن شيخ لما يفتحوا التليفون يصيبوا فيه عجب العجاب، يصيبوا فيه عجب العجاب، لأنه الجلد كان داير من التليفون تاعو شو الأورديناتور حط فيه كلش، المكالمات الهاتفية، الصور، الوثائق، كل ما نحب، دونك كل الفضائح تاعو محطوطة في هذاك التليفون، هو كان قال قال ما فيه والو، أنا عندي ربع تليفونات، وهو التليفون كذا، والتليفون هذا كان ما فيه والو، واش طار فيه؟ من ضمن الوثائق اللي موجودة في التليفون، المكالمات، وتبادل الرسائل مع شفيق شنقريحة
وللي بروف دو فيرمون لي زامي دو فيرمون اللي كان يبعث له شفيق شنقريحه، هذا بالاضافه الى ثاني الجبار مهنا ومخطط كيفاش ينحيو تبون باش يحطوا حدا غير باش كذا. الجبار هو اللي عنده هذا المخطط انه ينحي تبون. فلما شافوا هذا وكان في يعني مخطط ضد شخص بين ظفرين رئيس الجمهوريه، دونك مدير الوطني ولكن الرئيس كلهم تشوف، ولكن كي بنشيح كي تبون مرخص في زوج، انذل في زوج، ما همش رجال في زوج، لانه كان راجل تبون ليه يقول له واش نديرو؟ يقول له ها واش ديري خطار ليه؟ يعطيه الخطه قال كيفاش؟ في سريه تامه تمضي مراسم رئاسيه تفاجئ بها الناس اللي باش يتنحوا، شنقريحه، جبار، مدير ديوان تاع جبار، معاد، ناصر الجن، حسين بولحي، جمع لي كاع وليد لطفي، وليد نزار، لطفي نزار معاه في الحكايه، كيف كيف ديجا عنده ملف في القضاء، ابعثوا للقضاء. شنقريحة يسيب روحو لي كات فيغ اون لير كيما قلت، ديرون جورنال يسيب روحو لي كات فيغ اون لير، يتعين القائد أركان جيت في بلاصتو ويتنحى على شنقريحة، يبعث له ايكيب كيما هو يبعث الناس في الحبس، يبعث ايكيب في الحبس ويدخل ولدو، يدخل ولدو يدخلو كيف سينو يولي ديزيرتور. تبون لا مد كل شيء لشنقريحة، شنقريحة لو ما كانش هذا يعني من مصدر رسمي مقرب لشنقريحة يقول شنقريحة لو ما كانش ولده متورط وما هوش في العام كان يضحي بجبار وبليكيب تاع جبار كان يضحي بهم يصفو يسلك راسه وخلاص، خاصة انه الجلد كان يحرشوه يظل طيح على تبون، خلاه في انا كان يطيح على تبون بالدليل خلاه بلا هكذاك لانه يحرشوه فانا مش يحرشني لان اللي باش ياكل الشكم فمي مازال ما ولداتوش يما، مازال ما ولداتوش يما اللي باش ياكل الشكم فمي. دونك نهار نهار خضر نهار احمر نهار صفر نهار لانه يحركوا فيه. دونك باين تبون يجيبوا له التليفون تاع واحد اللي ما خلا فيه، ما خلا في مرته، ما خلا في ولاده، ما خلا مرندو حتى قال فيكس، ويعطوا له الدليل انه كان يحرشوا فيه فلان فلان فلان. طبق عليك ليش لشنقريحة. دونك شنقريحة يلزمو يتخلص من مدير الأمن، ماشي يتخلص من ولدو، يعيط لولدو يكونفوكي يدخلو يديرو في الحبس باش يكون عنده موقف، يقول لك راه دخل ولدو الحبس. ساعة تقول لي هذا عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لو سرقت فاطمة بنت الرسول لقطعت يدها، هذا سكارجي على روحه تاع ويسكي وبيستاش وكدا ومنا وجين، ايه هادو هاتش الوردو يخمم كيفاش ينحي فريد بن شيخ، كيفاش ينحيه؟ شوفوا الغباء والله العظيم، لو كانوا هاد المجرمين وهذا المنذل الانذال هاد وكذا عندهم زوج غرام فامه قسما بالله بنادم يقدر يقول خويا عباقره صح والله ما عليه خليهم يمشوا عباقره. المشكل مش ماهمش عباقره، المشكل انهم قمه الغباء، هم في قمه الغباء، واش ياخذوا ذريعه باش ينحيو
بن شيخ مدير الشرطة شنو داير واحد راك كيفاش حرك كيفاش دخل هاي اليوم راهي عند الطرف الفرنسي بنو سهل الحال كاين تنسيق امني مع فرنسا حيت فرنسا بيسكو البوليسية تاع فرنسا حكموا هذاك عندو 24 سنة في عمرو دخلوا ان ميكانيسيان تاع طير الجيري دخلوا في الطوموبيل ودا حتى للطيارة وسيدي راح تخبى في مور العجلة تاع الطيارة تاع تران داتيريساج ما بين لاسوت و تران داتيريساج هاي لي سهل هاي لي بدي رونكيت ابعد فاكس ولا ايميل ولا تليفون ديال الشرطة قال واش تحقيق مع عطنا كوبي تاع البيفي دونديسيون ديالو يمدوا لهم البيفي دونديسيون ويردوه اكسبيرسي لانه ما هو لا جي سياسي لا والو حراك قال ايا روح تروح هذه ذريعة قال باش نحيوها كيش نحيوها الو بلا ما على بالو تبون شنقريحة يأمر الأمن الداخلي باش يقوم زعما بالتحقيق في قضية الحرقة هذه قوي قريب مليون حراق ما شفتوهمش ما فتحتوش تحقيق الحراق اللي راهم يحرقوا على البحر ما شفتوهمش ما فتحتوش تحقيق غير على واحد جاتكم ونتاع برشلونة زوج تاع برشلونة ما فتحتوش تحقيق مدير الأمن الداخلي اللي مهمتها مكافحة الجواسيس قال تفتح تحقيق في موضوع الحراق هنا يظهر الرخص تاع فريد بن شيخ عظيم لأنه هل من رح يحقوا على الشرطة على شرطة المطار بس في أي جهاز أمن في العالم وعندنا في الجزائر لما عنصر من عناصر جهاز الأمن يرتكب خطأ ما يجيبوه جهاز آخر يحقق لا كان المفتشية العامة هي اللي تحقق الانسبكسيون جينيرال هي اللي تحقق مديرية الأمن الوطني عندها الانسبكسيون جينيرال داير هذا اللي كان الأخير خدم فيها هذا الجديد اللي جاء علي بداوي دونك لما يسمع فريد بن شيخ انه تكلفت مدير الامن الداخلي بالتحقيق في الموضوع يروح للرئيس يقول له جو ديميسيون سمحش انا عندي مفتشيات كان لا بوليس دي بوليس سي لا بوليس دي بوليس هي اللي يجي تحقق اذا كاين لا ضروري يجي واش يديروا يبداو التحقيق تاعهم واش نحي بدا نحى زعما هذا الميكانيسيان نحى واحد يكسر الباقي للشرطة انت مدير ان المطار دابور مدير المطار نحيه وشني علاقته بالحرقة مدير المطار ما لا روح المدير تاع المواني كامل نحيهم اللي حرقهم في البابر روح قائد بحرية نحيه شحال من قائد بحرية يفتح قائد الحراس السواحل شحال من واحد يلزم يفتح حراس السواحل يشوفوا دي جون بالجيت سكي يلعبوا ويطيحوا اونطان يتيري ويقتلوهم وما يشوفوش الحراقة جايين في البابر هذاك في السريع ايه باسكو يغمضوا لهم عينيهم 300 مليون سنتيم كل يوم صح تدخل صغار ولا دي ملياردير هذوك راس الحدود
سي فايد بن الشيخ ولو يمشي للرئيس يقول له واش الحكايه هذه يشمها. انا ديجا له البارح نهار 5 في الشهر كنت كتبتها في اتلايا قلت باللي راهي لحقه للمدير العام لحقه لبن الشيخ في اتلايا تروح تقرا هذا لانكرويابل رياكسيون دي بريزيدون تبون à l'incroyable voyage des migrants clandestins. Je me disais, je disais, je disais, ça sent le coup fourré. Sur YouTube, je disais, je disais, je disais, je disais, Ben Cheikh. Je disais, je disais, Ben Cheikh, il ne s'est pas anticipé, lui, là. Il s'est sabab. قاعد يتفرج فيه محتاجة لدور صباطو محتاجة لدور صباطو يحطوا له 10 البارح حطوا له 10 ضباط في الحبس في وهران تبعد مدير جهوي بعيد على المطار مش لي علاقته باش هو لنا قال لك عندهم لي كاميرا كاش ما يستغلوش يوم بعد ومن وين كان الظاهرة؟ كي قال لهم في البلاغ تاع رئيس الجمهورية قال لكم مازال نسلطوا عقوبات على المستوى الجهوي والمركزي يعني نروحوا للمديرية العامة. أنت يا مدير عام تاع الأمن الوطني يدخلوك في العناصر تاعك يوقفوا فيهم ويديروا فيهم أنت تتفرج يا جدك هاي جدالتك لأنه الحكاية ما فيها لو ناري عدد في الميلف في خطة معاها الرئيس خالها مني الناس راه يحفروا لك فقط تخلص منهم وها كيفاش تخلص لا أكثر ولا أقل ما تعطي يعطيه الشنقريحه وانت على بالك وعلى بالك باللي ولد الشنقريحه داخل الفضيحه لانه فضيحه كبيره شدي ولد قائد اركان الجيش ديجا اون بوست في فرنسا بطريقه غير شرعيه رحت تقرر فض تدخل باسكو على بالكم كاع علاش ما نقولوهاش على بالكم بادخل يدير لوطوسونسيل ما نديرش لوطوسونسيل على خاطرك مثلي نزوج مع عايش باكس مع واحد فرنسي انا ما نديرش لوطوسونسيل قلتها اكثر من مره مش قبل انا احترم وهذا ماهوش مساس بشخصيته انا احترم موقف كل واحد لان هو غير جدير بالاحترام ولكن موقفه واسلوبه في العيشه سهل عليه واش راح ندير نقولوا لا انا ما نديرش حاجه ما خويا والله العظيم عليك باش الناس قلت لك انا نهضروا عليهم ما شفناش الباتشا ديالو تحبوا تشوفوا الباتشا ديالو الكوموندون الجنرال الكوموندون ولد الجنرال يشبه هو شبيه خلقه كوموندون شفيق شنقريحه والجنرال دارمي سعيد شنقريحه ايه هذا قادر يعود كوموندون حتى ولي شيف ديتا ماجور بعد ايه ولي جنرال ولي شيف ديتا ماجور دونك هذه الفضيحه هذه تخلي اليوم انه مؤسسات الدوله الجزائريه مرهونه في سلوك ضابط وولد قائد أركان يمد في الأسرار العسكرية ويخلص ولما يقولوا في عود يتعاقب ينكسر مؤسسات الدولة
ينحيه رئيس مؤسسة حتى ما يستاهلش باش يكون في هذاك المنصب، لانه نهار اللي داروه داروه باش يكون تحت رجليهم كما هذا علي بدوي اللي داروه. هذا يا ببو، هذا ببو يمشوه كما يحب، يمشوه كما يحبوا ويزغد يعطروا الحس. هذا شيء غريب وش يحصل في الجزائر. تبقى مصير سي فريد زين الدين بن شيخ، وش راح يصير؟ شوفوا هذا بلجيكا.